السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي صديقتي متابعي قناة جزائر تك. معنا اليوم مراجعة لهاتف سامسونج جالاكسي S7 Edge. نتكرم بشكر الأخ والصديق علي بكي في نيويورك على منحنا شرف القيام بهذه المراجعة. كما تلاحظون نمتلك نسخة 32 جيجا بايت من جالاكسي S7 Edge شركة تي موبيل الأمريكية. هذه هي العلبة، تمتاز بمتانة. نمر مباشرة إلى فتحها. بفتح العلبة، جالاكسي S7 Edge جاء بمواصفات رائعة جدا، ويعتبر هو النسخة الأفضل من الجالاكسي S7 Edge العادي. كما تلاحظون يأتي بالسيم تول والسماعات والشاحن، والشاحن هو فاست شارجينج. الهاتف يمتلك الاس دي كارد التي لم تكن موجودة في النسخة السابقة، نسخة الاس 6. يقبل ذاكرة إلى غاية 200 جيجا بايت وبطاقة سيم ميكرو اس دي ميكرو سيم عفوا. هذا هو الهاتف كما تلاحظون، شاشة سوبر أموليد، ومن الخلف هو زجاجي. الكاميرا جاءت ب نحيفة نوعا ما، يعني قريبة للإطار عكس المرة السابقة. في الأسفل تلاحظون المايكرو يو اس بي وكذلك مكبر الصوت. نقوم بتشغيل الهاتف كما تلاحظون، هذا هو الهاتف، يعني نسخة الجالكسي S7 Edge كما قلت تعتبر هي النسخة التي يفضلها المستخدمون، كونها تمتلك حواف مائلة إضافة إلى كبر الشاشة، يعني الشاشة كبيرة نوعا ما عن الهاتف. يوجد مستشعر بصمة في زر الهوم كما تلاحظون، يمكنك استعمال البصمة أو الكود بين بشكل عادي. هذا هو الهاتف كما تشاهدون. يوجد مع الهاتف أيضا يعني او تي جي، او كما يسمى باليو اس بي كونكتر، في حاله ما اذا اردت شحن هاتف الى هاتف او استعمال قرص تخزين خارجي او لا ادري انا. كما تلاحظون تقوم بتثبيته بهذا الشكل، وكذلك يوجد الفاست شارجر من كوالكوم. السماعات هي نفسها السابقه التي كانت في هاتف جالاكسي اس 6 بنفس التصميم ونفس مادة التصنيع. هذه هي الواجهة الإيدج كما تلاحظونها. واجهة الإيدج حصلت على مزايا أكثر من ما كانت عليه في الجالكسي اس 6 إيدج، يعني مزايا أكثر، يعني كما نقول يمكنك وضع تطبيقات أكثر وغيرها. الكاميرا هي 12 ميجا بكسل، وقد يتساءل الجميع لماذا 12 ميجا بكسل، كون إصدار سابق كان ب16 ميجا بكسل. هذه هي الكاميرا، توجد خيار تصوير الترا اتش دي كما تشاهدون، الكواد اتش دي، الفول اتش دي، والاتش دي، يعني الكاميرا زوم رائع كما تلاحظون، زوم رائع جدا. سوف نقوم بالتجربة كما تلاحظون، يعني واضح ورائع، لأن الكاميرا رغم أنها 12 ميجا بكسل كما قلنا، ولكن خاصية الدول بيكسل تسمح بالتقاط صورة رائعة، كما أن الهاتف ذو فتحة تصوير، كبيرة نوعا ما 2.0 اف 2.0. الكاميرا الأمامية تقبل تصوير كواد اتش دي وفول اتش دي كما الاتش دي والفيجية وغيرها. هذه الكاميرا الأمامية، كما الأمامية أيضا تعطيك صورة كما تلاحظ رائعة. هذه الكاميرا، هذا هو الهاتف يعني كما تلاحظون ممكن هنا تجربة صوت الهاتف، تجربة صوت المخبر. إذن كانت هذه هي مراجعتنا لهاتف جالاكسي S7 Edge. نشكر الأخ علي بكي على المساعدة في هذا الفيديو، أتمنى أن يكون نال إعجابكم. نلتقي مرة أخرى إن شاء الله، وسلام.